السلام عليكم. تم اليوم البدء في الانتاج نتاع زيت المائده، وذلك من طرف شركه سيفيتال على مستوى مصنعها ببجايه، وهذا بعدما تم تدشينه هذه الصبيحه. اذا هنيئا لسيفيتال وهنيئا للشعب الجزائري بهذا المنتوج الاستراتيجي الذي سوف يكون يعني انتاج ميد ان بلادي كما نقولوا 100%، حيث انه بالموازاة مع انشاء هذا المصنع الضخم ليعتبر الاول في افريقيا، يتم حاليا زراعة ما لا يقل عن 45,000 هكتار من النباتات التي تدخل في انتاج الزيوت المائدة. اذا اترككم تتابعون بدون ما نطول عليكم، نخليكم تتابعوا هذا الفيديو في الموضوع، والسلام عليكم. يهدف مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال إلى تطوير إنتاج الزيوت النباتية، زيوت الصويا، الكولزا وعباد الشمس، وكذا إنتاج أعلاف للحيوانات والماشية عالية الجودة في الجزائر. يقع مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال في بجاية، وهي منشأة مجهزة بأحدث التقنيات تتقيد بمعايير دولية صارمة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية، وهذا يسمح بإنتاج زيوت نباتية عالية الجودة وأعلاف للحيوانات غنية بالبروتينات. تمر عملية إنتاج الزيوت المستخلصة من البذور الزيتية بخمس مراحل أساسية. المرحلة الأولى يتم فيها تنقية البذور بعناية كبيرة لإزالة جميع الشوائب والأجسام الغريبة غير المرغوب فيها. المرحلة الثانية يتم فيها معالجة مسبقة للبذور تحضيرا لعملية استخلاص الزيت، مما يسمح بالحصول على أفضل مردود. المرحلة الثالثة استخلاص الزيت، مثل استخدام المذيبات والضغط الساخن والضغط على البارد والطرد المركزي. تسمح هذه العمليات بفصل الزيت عن البذور وتحويلها إلى أعلاف للحيوانات مع الحفاظ على خصائصها الغذائية. المرحلة الرابعة تتمثل في التكرير، فبعد استخلاص الزيت من البذور يخضع لعملية دقيقة لإزالة الشوائب والأجسام الغريبة غير المرغوب فيها، مما يضمن زيتا نباتيا نقيا عالي الجودة جاهزا للاستهلاك. وكمرحلة أخيرة يتم تعبئة الزيت بعناية في عبوات مناسبة للحفاظ على صفائه ونكهته. بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء فحوصات صارمة لقياس مستوى الأحماض الدهنية الحرة، وهو مؤشر جودة أساسي. بفضل العمل الصارم والبحث عن التميز بشكل مستمر، يقدم مجمع سيفيتال زيوتا نباتية عالية الجودة، وبالتالي يلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بصحتهم. بالإضافة إلى إنتاج الزيوت عالية الجودة المستخلصة من البذور الزيتية التي يتم زراعتها محلياً، فإن مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال سيسمح بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وكذا تطوير الزراعة في الجزائر من خلال دعم الزراعة المحلية وتوفير المنتجات الغذائية للمستهلكين. سيكون لهذا المركب دورا حيويا في مجال الصناعة الغذائية الزراعية في الجزائر، الذي يعتبر من بين أكبر المشاريع في إفريقيا وحتى على مستوى العالمي من حيث التقنيات المستعملة ووسائل المستخدمة في عملية إنتاج الزيوت المستخلصة من البذور الزيتية، والتي تمر بعدة مراحل. هذا المركب الضخم يهدف لسحق البذور الزيتية مجمع سيفيتال لتطوير إنتاج زيوت نباتية، زيوت صويا والكولزا وعباد الشمس، وأيضا كذلك إنتاج مختلف الأعلاف الحيوانات والماشية بجودة عالية في الجزائر. كما أن هذه المنشأة مجهزة بأحدث التقنيات وتتقيد بمعايير دولية صارمة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية، وهذا ما سيسمح بإنتاج زيوت نباتية عالية الجودة وأعلاف أيضا غنية بالبروتينات. مركب سحق البذور الزيتية مجمع سيفيتال يهدف أيضا لدعم الزراعة المحلية وتوفير المنتجات الغذائية للمستهلكين، حيث سيكون له دور حيوي في مجال الصناعات الغذائية الزراعية في الجزائر بالشعار من الحقل للمستهلك الجزائري.
تاع لا تريتوراسيون اللي جاي هنا في سيفيتال في بجايا تاع سيفيتال. مصنع عنده اخر تقنيات، اكبر مصنع من اكبر المصانع في العالم. مصانع كبار كيما هذو كاين غير في البرازيل الارجنتين والامريكان، في البلدان الاخرين في اوروبا ولا في افريقيا ما كاش مصنع كبير كيما هذايا. المصنع هذايا كل الاليات تاعو كل الماشينات تاعو من لا دانيير تكنولوجي اخر تكنولوجيا. يعني حتى نقول لكم باللي المصنع هذا يمشي وحده كلش اوتوماتيك. اللي يمشيو المصنع هذوما هما المهندسين من الجامعات الجزائريات بهما تيزي وزو بجايا وسطيف. من الجامعات هذوما يخرجون يجيبوهم لهنا قباله يتعلموا. راهو المصنع حتى اليوم باش غدوه باش ان شاء الله يديماري اوفيسيالمون، مي هاد الشبان هذوما عندهم معنا اكثر من 6 شهور. علاش؟ باسكو يشوفوا المصنع يطلع يديوه يولي تاعهم المصنع هذايا. والمصنع هذا واش يخدم؟ يخدم الصوجة 11000 طن في اليوم، يخدم الكرزة 5000 طن في اليوم، يخدم التون لو سول 6000 طن في اليوم. هاد البذور هذوما كي تدخل واش يصير؟ الحاجة الأولى المرحلة الأولى نقيوهم، نحيو لهم الحشيش، نحيو لهم الحديدة إلا كانت معاهم، الحجرة إلا جات معاهم نقيوها. من بعد ما نقيوها نسخنوهم شوية باش نحيو لهم القشرة. من بعد ما نحيو لها القشرة نكبروها شوية في الحجم. علاش نكبروها في الحجم؟ باش كي نعصروها الزيت كاع اللي كاين داخل تتنحى. كي نحيو الزيت هذيك لافارين الفارينة اللي بقات مازال فيها الزيت. نبعثوها لواحد البلاصه يسميوها الاكستراكسيون. الاكستراكسيون يعني نحيو الزيت اللي بقاو لداخل، نخلطوها مع واحد البرودوي تقولوا ليكزان. ليكزان هكذاك يحكم الزيت، يكابتي الزيت، والفرينه اللي تولي من بعد علف الحيوانات تخرج وحدها. وليكزان هذاك كي نسخنوه نحيو ليكزان يبقى الزيت وحده. والزيت هذيك نبعثوها للمصنع تاع الرافيناج القديمه تاعنا اللي جايه في الكومبلكس. عندنا حوالي لا موين يعني المعدل كل كاع لي برودوي او واحد حوالي 2000 طن زائد ولا ناقص 100 طن تاع الزيت في اليوم. الانتاج اليومي 2000 طن. في ال 2000 طن هذوما نقولوا باش نديروهم في الجزائر باش تكون الجزائر عندها الزيت الله يبارك مكتفيه ذاتيا. ولكن الفارينه تاع الصوجة هذه تاع الحيوانات عندنا بزياده، عندنا ابوبري 50% هنا للجزائر و50% راح ان شاء الله تتصدر.